على مر التاريخ شهر الصيام علينا شاهد جنود صايمة تعلي كلمة التوحيد تجاهد. كان الصيام هو السلاح كان النداء حي على الفلاح. معارك بالقلوب بيها نفتخر بدر وفتح مكة وعين جالوت وهنفتكر القادسية وكمان حتين وأكتوبر 73 القادسية وكمان حتين وأكتوبر 73 كلهم جنود صايمين وبتنتصر جنود صايمين. فتح جزيرة قبرص. تعتبر قبرص ثالث أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط بعد جزيرتي صقلية وسردينيا، وتعود تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى معدن النحاس والذي اشتهرت به قديماً. ونظراً لما كانت تتمتع به من موقع استراتيجي فريد، فقد كانت نصب أعين المسلمين منذ عهد معاوية بن أبي سفيان، فهي تعد موقعاً هاماً لحماية فتوحات المسلمين في الشام وأفريقيا. وبعد بناء الأسطول الإسلامي خاطب معاوية بن أبي سفيان والي الشام آنذاك ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، يستأذنه في غزو البحار أكثر من مرة إلى أن وافق الخليفة. وبالفعل اتجه الأسطول الإسلامي بقيادة عبد الله بن قيس إلى جزيرة قبرص في العام 28 من الهجرة، وتمكن المسلمون من انتزاع الجزيرة من أيدي البيزنطيين وفتحها. وبعدها تصالح أهل قبرص مع المسلمين ودفع لهم الجزية سنوياً، وظلت قبرص تحت السيادة الإسلامية فترة من الزمن. إلا إنه وبفعل سنوات الضعف والاضطراب التي مرت على المسلمين في التاريخ الإسلامي، الأمر الذي دفع الغزاة لتجديد حملاتهم على المناطق والدول الإسلامية والاستحواذ عليها، فقد سقطت جزيرة قبرص مرة ثانية حتى أصبحت مركزاً للحملات الصليبية على العالم الإسلامي. وفي عام 769 هجرياً قاد ملك قبرص حملة صليبية كبيرة على مدينة الأسكندرية وهاجمها وقتل من قتل من المسلمين، فضلاً عن أعمال السرقة والنهب والتخريب، ليعود لبلاده محملاً بأموال وخيرات وأسرى المسلمين. هنا كان على حكام المماليك في مصر الأغزب الصقر، وصد خطر هذه الجزيرة على المجتمع الإسلامي ومعاقبة حكامها على أعمالهم الوحشية في حق المسلمين. إلا إنهم كانوا ينتظرون الوقت المناسب إلى أن جاء عهد السلطان المملوكي الأشرف بيرسيبي الذي تولى الحكم عام 825 هجرياً، فعزم على فتح جزيرة قبرص وأغزى صقر المسلمين. فكيف خطط لفتح جزيرة قبرص ومتى فعلها؟ وتستمر الحكايات والمعارك في شهر رمضان المعظم، شاهدة على صدق ونبل جنود بواسل ضحوا بأرواحهم في سبيل العزة والكرامة. وإلى لقاء يتجدد غداً مع جنود صائمون. صيام علينا شاهد جنود صايمة تعلي كلمة التوحيد تجاهد.